يا مساء الخير، يا مساء الحب، يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. الطاقة، هنتكلم النهاردة عن الطاقة. الطاقة في حد ذاتها أول ما تقول لحد طاقة بتديك كده إيحاء إيجابي، طاقة إيجابية كده، روح إيجابية. أول ما بتسمع كلمة طاقة بحس بالتفاؤل، بحس إن أنا بلعب رياضة، بحس إن أنا مسافرة، بحس إن أنا قدام البحر، بحس بكل حاجة بتدي طاقة. لما بتلاقي حد كده تعبان وتقول له مالك، يعني فيك ايه، في يعني مش مظبوط، يقول لك والله انا ما عنديش طاقه خالص اعمل اي حاجه، انا خلصت طاقتي ولا ليا خلق. يعني عدم الطاقه دي بالظبط كده كانك فقدت الشغف وفقدت كل حاجه حلوه. بس في ناس كتير ما تعرفش ان الحياه، الحاجات الماديه كمان ليها طاقه، مش بس احنا كبني ادمين لينا طاقه بتروح وبتيجي، لا كمان الحاجات الملموسة زي الهدايا ليها طاقة، حتى فن الهدايا ليه طاقة. النهاردة هنقول إيه اللي ينفع أهديه وإيه اللي ما ينفعش. يعني بالضبط الستات دايما بتبقى في حيرة لما يكون عيد ميلاد خطيبها أو عيد جوازها، أجيب لجوزي إيه؟ في حاجات خطر جدا إن إحنا نجيبها هدايا، مش هحرق الحكاية في الانترو، لكن هدايا الستات بتجيبها لجوازاتها بتتطلق. هدايا تلاقي البنت جابتها لخطيبها هديه بتسيبه على طول، تلاقي اتفركشت العلاقه في ثانيه. ايه ده؟ يعني الهدايا ليها تاثير جبار بالشكل ده؟ لان ليها طاقه، في طاقه جذب وفي طاقه نفور. انا ممكن اجيب هديه لجوزي ما كملش معاه، على اخر سنه نكون متطلقين. الاسئله دي اسئله كتيره جدا اتطرحت، واسئله كتيره جدا انا كمان عايزه اسالها النهارده. هكون معايا ضيفتي اللي هتنورني في الاستوديو، خبيره الطاقه سونيا الحبال. ثواني خليكم معانا ونستقبل ضيفتنا، لكن قبل ما نستقبل ضيفتنا هنروح نشوف تقرير عن تجسيد الاتيكات في العلاقات، وده شفناه في السينما والدراما. يعني اتيكات العلاقات محتاجين قوي ان احنا نلقي نظرة عليه الاول. يلا بينا. اتفضلي يا هانم، جملة تكررت في أفلام السينما لتؤكد على أولوية إتيكيت التعامل في العلاقات أكثر من إتيكيت الطعام والزيارات. جسدت السينما والدراما قواعد فن الإتيكيت في الكثير من الأعمال الفنية المختلفة، من أبرزها الفنانة القديرة مجدة في فيلم المراهقات، ويأتي في تعليق والدتها في أكثر من مشهد على سلوكياتها. قدامي على فوق، قدامي. كما جسدت الفنانة القديرة كريمة مختار قاعدة من أهم قواعد الإتيكيت في فيلم الحفيد، عندما كانت تطلب من الأطفال الصغار الخروج من الغرفة حتى لا تتحدث أمامهم عن أشياء أكبر من سنهم. عملتوا إيه عند الدكتور؟ طب تعالوا اتفضلوا في الصالون، اتفضلوا يا ولد يا بنت. ها؟ امشي بتاع بره، امشي. أنا 100 مرة قلت لك البسي هدومك، البسي هدومك، هتاخدي برد. وجاء أيضاً فيلم غرام الأسياد، عندما قامت الفنانة شويكار بتعليم بطلة الفيلم الفنانة لبنى عبد العزيز طريقة تناول الطعام والحديث. برافو يا نور، كنت هايل. الحمد لله اللي فاتت على خير، ده أنا كنت خايفة وبرتعش. لا أبداً، ده أنت كنت أحسن من أي مانيكان أصيلة، ومن هنا ورايح هتبقي العريضة الأولى بتاعتنا. لو النبي يا ست لولو، ده أنتوا دوختوني خالص. تشابه معه فيلم أضواء المدينة للفنانة القديرة شادية، عندما قامت بالتغيير من نفسها من إنسانة متواضعة المظهر حتى تليق بدور الأميرة في المسابقة التي يقوم البطل باختيارها، والذي جسد دوره الفنان أحمد مظهر. أحب أعيش زي الشعب، ألبس زي الشعب، أكل زي الشعب. تعرف أكلتي المفضلة إيه؟ مش هتصدقني. إيه؟ الفول والطعمية. يا سلام، تقريبا ما باكلش غيرهم. الله أكبر، دي أكلة شعبية جدا. ثم
ثم يأتي فيلم عائلة زيزي ليظهر أهمية إتيكيت التعامل مع العرائس أو مقابلات الزواج، والذي جسد شخصية سبعاوي الفنان القدير فؤاد المهندس. ده سبعاوي لما عرف إن إحنا جايين نشوف اسم الله عليها فوزية انبسط قوي، مش كده يا سبعاوي؟ وجاء فيلم نهر الحب ليعبر عن إتيكيت اختيار الهدايا، عندما علق الفنان القدير زكي رستم على الهدية التي قامت بشرائها سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة لابنها الصغير، ناصحاً لها باختيار هدية أكثر فائدة للطفل. ده الشطرنج لعبة كلها تفكير تنمي العقل، تعلم الإنسان التروي والحذر والدقة في كل تصرف. ومن حيعلمها لي ويلعبها معايا يا بابا؟ مع اللعبة كتاب يعلم الناس إزاي تلعبها، يبقى خلي مامتك تقراه معاك علشان تلعبوها سوا. هذا بالإضافة إلى غيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية التي جسدت الإتيكيت بجميع أشكاله، مما يدل على أهمية اتباع تلك القواعد في حياتنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي معانا في الاستوديو خبيرة الطاقة الأستاذة سونيا الحبال. أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبتي. أول مرة في يحكى أنا معانا، وحقيقي أنا منتظرة الحلقة دي وعمالين نحضر لها وإيه الهدايا وإيه الحاجات اللي هنقولها وإيه الغلط وإيه الصح. فالنهاردة إن شاء الله ندي أسرار جامدة جدا للسادة المشاهدين إن شاء الله. خلينا الأول نبتدي بطاقة الهدايا. يعني أنا سمعت ان انا لما اجيب لخطيبي ازازه بارفان اللي هو بيرفم وده غلط، بنسيب بعض. خلينا كده نقول الاول الحاجات الغلط كلها وبعد كده نرجع نقول الحاجات الصح. طيب، في الاول كده انا مبسوطه ان انا معاكم طبعا، احنا كمان، وببقى مبسوطه ان خلاص بدانا نفهم يعني ايه علم الطاقه. وكنا بنعمل حاجات غلط كتير بدانا نتنبه ليها. بدا كتير اللي بيستخدموا علم الطاقه حياتهم تتصلح الحمد لله. خليني قبل ما اقول طاقه الهدايا اقول لك ان ايه فكرتها، عشان في ناس تقول لي يعني ايه. كل شيء في الكون ليه تردد معين، يا اظبط ترددي معاه يا بوظ ترددي معاه. تمام. بمعنى انت مثلا بتقولي يا مها، كل اللي اسمهم مها هيرد عليكي. لكن هل انت ينفع تبقي عايزه دنيا تقولي يا مها؟ يعني تقولي واحده اسمها دنيا تنادي تقولي يا دنيا تقوم مها ترد عليكي؟ لا، ما بتشوكيش طاقتك معاها. هو ده التقاط الطاقات الايجابيه، ازاي كان الطاقات دي بابلز كده حواليكي وانت عماله تصطاديها. انا بصطاد الطاقه دي، طاقه المال، انا بصطاد طاقه السفر، انا بصطاد طاقه الزواج، الارتباط. ازاي توصل لها؟ حلو قوي. حلو. انا بقولها ببساطه يعني بطريقه مبسطه عشان نفهم ايه طاقه يعني ايه طاقه. طيب، انت قلتي طاقه الهدايا، ليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهاد وتحابوا؟ فعلا الهديه بسبب وبدون سبب. عشان كتير في العلاقات الزوجيه يقول هاتوا هدايا لبعض من غير سبب، مش لازم بقى. لما تلاقي حد داخل عليكي بهديه حتى من غير سبب، بالعكس بتفرحك وبتزيد المحبه فعلا. يعني طاقه الهديه نفسها كهديه. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا وتحابوا، وده كلام طبعا متقال غير مرسل، ده كلام مؤكد. ايوه، انا لما يجي لي هديه انا بنبسط جدا. ومش لازم فعلا ليها، يعني تحسي كده الواحده بتتغير، لان اللي قدامك بتفرح، تحسي ان هي مهمه. ايوه، لان اللي قدامك بيقول لك انا فاكرك. ايوه انا فاكرك، مش مهم قيمه الهديه بالظبط كده، المهم انا فاكرك. انت في بالي. صح. طيب تعالوا بقى نخلي الموضوع يبقى حلو للاخر. ما ينفعش اديكي هديه وانا بحبك وتبقى زي الدبه اللي قتلت ايه صاحبها. أيوة، يعني انا اديكي هديه عشان تفرحي بيها وبعدين تاني يوم نلاقي الدنيا مولعه وعلاقتنا بتبوظ وبترتبك وبيحصل مشاكل. لا. طيب طاقه الماء ايه؟ توتر. الميه معروف انها توتر. اذا ما اديكي حاجه سايله بوتر العلاقه بيني وبينك، هتلاقي بعد الهديه نبتدي بقى ايه، الكلمه ما تعديش، يحصل اختلاقات مشاكل، اتلكك لك. ما انا خلاص، ما انا هديتك التوتر. يعني طاقه الميه دي توتر. توتر. اول مره اسمع ان طاقه الميه دي توتر. توتر البارفانات. انا بهديها لك، اذا انا بديكي الله اشاره ان تعالي نتوتر العلاقه بينا. انا جيت اهديكي، جيت اعمل لك حاجه كويسه، رحت جيت اقدم لك كوبايه الشاي،
رحت حاطه لك السكريه كلها عشان بحبك قوي، حطيت لك كل السكر اللي عندي، فانت ما بتعرفيش تشربي. واحنا بنروح نختار بقى اغلى ازازه بارفان ونفضل نختار الماركه، هو احسن برضو. ادي البارفانات بتجيب توتر في العلاقه، وهي غاليه اصلا، فهي بلاها اساس. هي البارفانات بقت غاليه جدا دلوقتي، فبلاش بارفانات. لا نشتريها احنا نشتريها، لكن ما تاخديهاش هديه. يعني ما نديهاش هديه. برضو اول هديه بتيجي في دماغنا احنا كستات في عيد جوازي او في عيد ميلاد جوزي او خطيبي الساعه. الله عليك. اقول له اروح اجيب له ساعه حلوه كده، ماركه كده غاليه، عشان يعرف ان انا دافعه. الله عليك. ده الساعه دي طلقت نص الناس اللي اعرفهم كلهم. دي انفصال. الساعه دي انفصال. الساعه دي ترددها هو التوقيت، هو الساعه، هو سير الحياه. حتى في البيت، في طاقه المكان في البيت، وجود الساعه مثلا فوق سرير اوضه نومك ده غلط جدا جدا، خصوصا المتزوجين. ليها مكان معين، ليها مكان معين بره غرف النوم. في الصاله بره. مفيش حاجه اسمها انا ما بدخل مكان الاقي، حتى لو دخلت محل لقيت الساعه متوقفه انا بتجيلي حاله عصبيه، اروح رايح فين الاونر يا جماعه؟ لو سمحت ساعات يعني اجيب له، اقول له بص هجيب لك بطاريه على حسابي لو البطاريه فاضيه، بايظه ارميها كده اتفضل شغاله. انت يعني انت لو انا عندي ساعه في البيت وهي بايظه مش شغاله، لا 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 لا، دي تجيب طاقه سلبيه للبيت. انت موقفه حالك، وبعدين يرجع يقول لك ايه، هو انا عندي تعطيل ليه؟ هو انا حاجتي ما بتمشيش ليه؟ هو انت مديه للكون طاقة الثبات، أنا واقفة في مكاني. الساعة عمالة تمشي والأيام بتجري وأنت لسه واقفة على الساعة 12 يوم 1/9/2023 ولا 2021، خليكي حبيبتي في الطاقة اللي بره دي. إيه ده؟ طب ده يخليني برضو دماغي تشتغل أكتر. ساعة الإيد. ساعة الإيد. طب أنا بلبسها إكسسوار. بصي تلاقيني على فكرة تلاقي في حلقاتي نادر إن أنا ألبس ساعة. أنا واخدة أساسا. اساسا يعني انا لا، الساعه دي يا جماعه حاجه كده يعني نحسس عليها. ما تجيبهاش هديه. جه انا في مركز تصوير شهير، رحت يعني قلت له عشان خاطري، اللي هو كان عامل عرض على ايه بقى؟ صوره الزفاف ولا صوره عيد ميلادك في شكل برواز ساعه؟ يا جماعه الناس اتطلقت وانفصلت، بقيت يقولوا لي طب نعمل ايه، البرواز غالي، الصوره. اقول لهم يا تشيلوا العقارب تشيلوا الصوره، يتخلوها ساعه بس، يتخلوها صوره بس، لكن ده انت حاطط التوقيت على صور، انت بتعمل ايه؟ طب انا كست مثلا ممكن يبقى عندي علبه في على التسريحه فيها ساعات كتير قديمه. حلوه جميله. قديمه ومش شغاله. لا يعني الحجر خلاص مش شغال. لا شغليها يا حبيبي. لازم. طبعا. انا كلامك دلوقتي اللي خلاني افتكرت الساعات اللي عندي. يا شغليها يا ايه، تقفلي عليها اللي هو كائن مهمل. بس انا ما بحبش كده، اللي هي تقول لك ساعات ساعه غاليه، يعني دايما في الشبكه تقول لي جاب لي ساعه ده، بقول لهم حرام عليكم، انتوا بتنفصلوا من قبل ما ترتبطوا، بلاش الساعات في بلاش الشبكه خالص. بلاش في الشبكه. لا ساعه انت تروح تشتري لنفسك ساعه لنفس. لكن هذه لا. الساعه دي تعتني بيها جدا. دايما شايفه انها شغاله. دايما لا، ما تترميش، ما تتبهدلش، ما تتحطش في اوضه النوم، لا الساعه دي نحسس عليها كده. طيب في مع الهدايا دايما احنا كبنات نحب نجيب بوكي ورد حلو وجواه شوكولا، او هو خطيبي يلاقيه داخل عليا بورد وجواه شوكولا. فبرضه انا سمعت ان الشوكولا مشكله طبعا. لانها احنا قلنا كل حاجه ليها تردد. الشوكولا دي من عنصر النار. فعنصر النار الشوكولا طلعت من عنصر النار. من عنصر النار. بصي الحلويات عامه والسكريات عامه وهي السكريات مضره. فانا بقول يا جماعه لا، الشوكولاته لا، خصوصا نروح لمريض نجيب له شوكولاته ونجيب له ورد. انا في الصين لقيتهم حاجه جميله جدا، ولقيتها حاجه فعلا احنا ليه ما فكرناش فيها. اما بيدوا ورد لبعض بيروحوا المشتل يجيبوا ورد في الطينه بتاعته. فحتى بسالهم بقول لها ليه، قالت لي ليه ادي ورد عند حد يموت؟ ليه ادي طاقه النهايه؟ ما هو هيدبل وينشف يموت. حتى هناك ما تلاقيش واحده صينيه في بيتها ورد مجفف. تقول لي ليه؟ ما انا عندي الورد اللي ذو حياه، طب ما ادي طاقه الحياه. فبصي بفكروا ازاي. فهم هناك بيدوا هدايا الورد ايه في الشاليه بتاعتها. فبقيت حتى انا بقيت اعمل كده، اقول لهم ليه اديكي ورد ومبالغ في سعره قوي واشكال والوان؟ طب ما انا اديكي ورده طبيعي جميله وتحطيها عندك في البلكونه، وفيها حياه فعلا، وفيها حياه وتفرحي. وكل ما تشوفيها تعملي ايه؟ تهاد وتحبه، هتفتكريني بالظبط. لكن دايما اقول لهم الهدايا المنتهيه ده مش هدايا ذكيه،
يعني انت شايفه خالص. ان الورد اللي بيتقدم في المناسبات ده مش كويس برضه؟ لا خالص، لان ده ورد اوريدي خلاص منتهي لانه اتقطف. لا روحي رايح على المريض هاتي له في شالي هياخدها وهو ماشي، فيها حياه فيها روح. ده هو ما يقوم كده يبص يلاقي الورده جميله بتحيا، انما تخيلي وهو ماشي عمال يرمي ورد قديم، يعني تلاقي كل اللي في المستشفيات فيها كده، تلاقي وانت ماشيه كده الباسكت مرمي فيه، ايه ده؟ هديتك اترمت. طب ايه الهدايا الثانيه؟ يعني ايه تاني اللي برضو بيجيب مشاكل غير ان انا اجيب بارفان، غير ان انا اجيب ساعة؟ ايه تاني الحاجات اللي بتعمل مشاكل؟ الحاجات الحرارية كلها، مش عايزة ولاعات، سجاير، ولاعات برضو بيقعدوا يجيبوا والبخور اشكال، والبخور، كل الحاجات اللي فيها حرارة. يعني حتى ساعات مرة حد هداني فانوس عليه صورتي، وقلت له الفانوس بتحط فيه شمعة، وكان برضو في واحد فيه لايت برضو كهرباء، قلت له مفيش حاجه حراريه تحط عليها صور، مفيش حاجه حراريه نتهادى بيها ببعض، انت كده بتبوظ الدنيا. طب ما احنا ساعات بنعمل صورنا على الازاز، يعني برضو بيبقى طالع كده ان الصوره على، لا صوره على ازاز اوكي إزاز. لكن ما تبقاش حاجه حراريه، ما تبقاش وراها نور وكده، نور حاجه حراريه لا. طيب الحاجات بقى ايه؟ في حاجات تانية صعب ان انا اجيبها كهدايا؟ في الرموز والاشياء، يعني مفيش حاجه اسمها اجيب لك سلسله مثلا عليها مقص، شكل ابره، شكل سكينه، حلوة. هدايا السكاكين، الحاجات الحادة. كويس انت فكرتيني، انا دايما كان بتلفتني السلسله اللي عليها موس. بسم الله ما شاء يعني الله بسم الله ما شاء الله عليك يا ايمان، تتحزي 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 زي بالظبط. خلي بالك برضو الحاجات اللي بنعملها غلط، الخرزه الزرقاء والكف والحاجات دي هي بتلتقط الطاقات السلبيه. يعني انا واحده مثلا بتحسد، فواحده لابسه كف، فهي عماله ايه العين الزرقاء دي ولا كده عماله تلتقط، فانت كده كانك سفنجه مليتيها طاقات سلبيه، بسم الله ما شاء الله ماشيه بيها. عشان كده اللي عنده الحاجات دي، حتى ذهب فضه اي حاجه فيها العين الزرقاء والكده، كل اسبوعين كده لازم تطهريها عشان تطلعي منها تقوم تستقبل تاني. يعني هي عماله تاخد ميه وملح بقى وكده، ميه ورد، بلاش ميه وملح، ميه ورد بتبخريها وبتقولي قران كده كده. لكن الموس لا، الموس طبعا لا. حاجه طيب حد في ناس تحب تلبس مفتاح، لان بعض برضو الطاقه خبراء الطاقه يقول لك المفتاح ده بيفتح الحياه. المفتاح طبعا الانفينيتي، وفي ناس تروح لابسه لك قفل وتقول لي الدنيا مقفوله معايا، اقول لها انت مديه اشاره ايه؟ قفل. الله، الكون بيتعامل معانا ازاي يا امان؟ هقول لك انا كان عندي قفل فعلا، لسه قلعاه من فتره، كانت حياتي مسدوده خالص. شفتي؟ لا هاتي المفتاح بقى، سواد السواد، هاتي المفتاح. قالوا لي شيل القفل. الكون بيتعامل معانا ازاي؟ الدنيا بسيطه قوي، انت ممكن تستقطبي كل حاجه اللي انت عايزاها، ده قانون الجذب اللي احنا بنقوله. الكون منتظر مننا، مش احنا اللي منتظرين منه، يعني الكون مستني ايمان هتقول ايه؟ انا قرفانه. الله، ده ايمان بتفرح بالقرف اما قرفها. سونيا بتقول مثلا ايه؟ انا مبسوطه جدا. الله، انا واثقه ان انا هيجيني مش عارفه ايه. لا، هي عايزه ده، نفذه. بص الدنيا سهله ازاي؟ من افواهكم. انت بتقولي ايه؟ عشان كده تلاقي دايما الكلمه اللي غالبه على شعب تلاقيها دايما تيجي له، اما كانوا بيقولوا تقبرني تقبرني، القبر بقى كتير. دايما يا نهار اسود، مفيش حاجه اسمها كده، حتى لو انت انزعجتي قولي يا نهار ابيض. اعكسه. طب انا شايفاكي لابسه اسد. لابسه اسد يعني انا مع اني مش لماحه بس خدت بالي بقى من الاسد. اول ما قلت لي ما تلبسوش كده تلبسوش كده في رد ضرب عيني. أيوة. كده اللي هو سوسه ضرب عيني. الأسد يرمز للقوة. يعني دايما عندي طاقة الحيوانات وطاقة الطيور. فمن ضمن الـ 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 الرموز والأشكال اللي بتديكي قوة، بتديكي ظهور. لازم، أنا بقولك أنا بظبط نفسي من الـ A to Z. لازم، مفيش حاجة غلط. أنا اللون الأخضر بيدعمني، فهتلاقي فصوصي خضر أو ألوان الأخضر. دايما الحاجة اللي بتناسب. طيب احنا لسه بنتكلم عن اسرار الهدايا، ولسه بنتكلم عن اسرار الكون والطاقه. ايه الحاجات اللي بتديني طاقه حلوه؟ ايه الحاجات اللي بتخلي بيتي فيه طاقه حلوه؟ ايه الحاجات اللي تخليني مستمره مع في علاقتي بجوزي وعلاقتي العاطفيه بخطيبي والدنيا حلوه وجميله كده وهاديه؟ في حاجات احنا اللي بنجلب الطاقه الشريره، الارواح الشريره، زي نطرد الارواح الشريره دي من حياتنا. نطلع فاصل ونرجع على طول، خليكم معايا. مش شرط الهديه، يعني لو حاجه قليله خالص بتبقى مبسوط بيها. الهديه نفسها حتى لو الشنطه فاضيه انا ببقى مبسوط. اي حاجه بسيطه خالص من الغاليين والناس اللي تحبيهم طبعا هتقبل ليها ان شاء الله، لو حتى ورده او اي حاجه بسيطه خالص. اكيد لو حاجه في دماغي هبقى فرحانه، لكن عموما اي هديه تفرح،
حاسسه قدامي اقدرك دي حاجه جميله. لو جبتي كوبايه شاي اجيب لك قدامها هديه ب 6000 جنيه مثلا، احس ان انا لازم بقعد افكر كتير واختار حاجات هو بيحبها. مثلا عيد ميلادها اقول الشهر الجاي من الشهر اللي فات وانا بجيب لها هديه مثلا. لا بحب اختارها بعناية، بحب الحاجه اللي هو الشخص يعني حبيبها او بيحبها من حد معين وكده معين، اكتر من كده لا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين. احنا كنا اتكلمنا قبل الفاصل عن الهدايا السلبية، الهدايا اللي ما ينفعش نجيبها لبعض نهديها لبعض، الهدايا اللي بتجيب طاقة وحشة وبتجيب انفصال وطلاق وخراب. طب ما تيجي بقى نعرف الهدايا الحلوة. طب ما يا إيمان دلوقتي انت كلمتينا عن كل الحاجات الوحشة، تعالي بقى نشوف أجيب إيه هدايا تدي طاقة حلوة وحياة. طيب خلينا الاول البنات تجيب ايه وبعد كده الرجاله يجيبوا ايه للبنات. خليني اقول لك احنا برضو انا عملت حاجه اسمها طاقه ستي اللي هي جدتنا كانوا بيستخدموا بيعملوا حاجات كتيره قوي عفويه ولكنها سبحان الله هي علم الطاقه اللي انا درسته. كله ما فيش حاجه كانوا بيعملوها اللي هو ما تكنسيش بالليل ما تنظفيش بالليل طاقه. طب خلينا الاول في الهدايا. وانا عارفه هنروح لحته البيت. لا انا عايزه اقول لك انا بقول لك دي ليه، لان زمان كان الهدايا عندهم ايه، ما كانوش بيشتروا حاجات، كان حاجه اسمها ايه نقطه. النقطه اللي هي الاموال المال. طاقة المال اللي هي اللي بيسموها المال. ايه بيسموها زمان كانت تقول لك النقطة. النقطة بتيجي تنقطني في السبوع وفي ليه بقى؟ لان من اعظم الهدايا هي طاقة المال. هي طاقة المال طول الوقت خير. واقول لك على تركية كده كمان، دايما لما تدي لمال حد المال او تستلمي مال لازم يبقى مال جديد، يعني ورق جديد. اياكم والفلوس المقطعة. احنا نحب المال الجديد جديد حتى في العيد كنا نعز قوي الفلوس الجديدة اللي خارجة من البنك. بصي بهجة. اذا مبدئيا اول احترم جدا اول الاي تي ام اللي بوافع عليها تطلع لي فلوس جديدة كده. بالظبط فلوس جديدة. الله انت اي تي ام محترمة. اول هدية ايجابية من نمبر 1 عندي المال. خلاص ما مش حابين مال او ندي مال. اصل طيب ما ينفعش الست تدي فلوس للراجل. نجيب يعني له ايه الراجل ماشي يدي فلوس ده لو طلع فلوس اصلا، بس يعني الراجل يدي فلوس تمشي. لكن انا اجي اروح ادي الخطيب فلوس ده مات ايه طبعا مش حلو. هي دايما هي اللي تستقبل. طيب تعالي نقول بقى هي عايزه تجيب المراه تجيب ايه للرجل دلوقتي. هناخد الاول الخطيب وبعد كده ناخد يعني دلوقتي مخطوبه وعايزه اجيب هديه للخطيب. هتجيب له محفظه. المحفظه حلوه جدا جدا في الهدايا. الحزمة حلوة جدا جدا. الأحذية ممنوع. ده لسه واحدة صاحبتي مخطوبة وجايبة له شوز وبتقول لي عيد ميلاده آخر الشهر وأنا جايبة له وغالية. اشتريت خلاص؟ تحلها ازاي؟ ترجعها بقى. لا إيه؟ أنا بحل كل حاجة. ما تديها له بس تفهمه، تقول أنا سمعت إن دي في علم الطاقة كذا. تاخد منه جنيه فضة جنيه ورق أي حاجة تاخد منه كأنه بيشتريها. يعني عادي لو هو اداها مثلا كوين ولا فلوس خلاص عادي. دي حلت المشكلة. طب تمام خلاص. بس مش هي كطاقة مش محببة. لا مش محببة. ما نجيبش أحذية خالص. خالص لا هو ولا هي ولا طب ولا ليه؟ إيه ولا تدبل. بصي الحذاء مرتبط طاقته بطاقة الأرض والسير والحركة. حتى في الأحلام تغيير حال. تغيير حال. يعني حتى ابن سيرين لما فسر الاحذيه بكل حذاء بلونه قال لك تغيير حال. فانت بتغيري الحال بتغيري بتروحي في حته ثانيه خالص. ربنا يثبت احوالنا. طيب يبقى محفظه كست عايزه اشتري هديه اجيب محفظه لجوزي او خطيب. حزام ملابس لبس عادي. طعام ما عدا الشوكولاتات والحاجات اللي ممنوع الحلويات والتورت خالص. سبحان الله السكر مضر وفي علم الطاقه عندنا قالوا لنا ان طاقه السكر دي من عنصر النار فهي طب احيانا مربية. دلوقتي بنجيب حاجات برضو الرجالي بيبقى في حاجات زي كده حظاظات ذهب جلد في ذهب جميل عادي. لا بصوا بقى طاقه الذهب للنساء بتعمل طاقه بتزود طاقه الانوثه. اوكي الفضه للرجال بتزود طاقه الرجوله الذكوره. فانت اما الست ما تلبسش فضه تلبس ذهب والراجل يلبس فضه ما يلبسش ذهب. اما الست بتلبس فضه طاقتها بتتحول من طاقه الانوثه بتلاقيها بتسترجل وتلاقيها بتستقطب ليها تقول لك انا شايله كل حاجه لوحدي. يعني حتى لو متزوجه تقول لك ايه انا كله عليا لانك اديتي خدتي عنصر الرجل والمراه فبتبقي اتنين ست ب 100 راجل بسم الله ما شاء الله هتعملي كل حاجه. حتى لو لابسه ذهب انت مش غريبه برضو بتبقى ست ب 100 راجل. بس على اللي هنقلل لا شويه لا هنقلل. عشان طاقه بتديها طاقه الانوثه يعني حتى طيب يعني بلاش ذهب للرجاله. لا نجيب فضه. عايزه تجيبي هديه تجيبي هديه فضه. جيبي له فضه جيبي له حظاظه زي ما انت عايزه جيبي له انسيال جيبي وات ايفر. ده بيقوي جدا. لو انا عايزه اجيب له حاجه للعربيه في انتيكات عندي بس يعني ساعات في ناس تجيب سبح
لا سبح لا في العربية. لا لا سبح دي زي الساعه بالظبط، دي عد فيها حاجه رقميه لانها في عد هي ثابته برقم. لا ما فيش يعني سبحه لا خالص، هو يجيبها انت لا الست ولا راجل خالص. ولا هو يجيبها لي عادي؟ هو يجيبها لك عادي، هو انتوا اشتروها لنفسكم لكن ما تهدوش بيها. يعني انا اشتري لنفسي سبحه لكن انا ما هديش حد سبحه. والميداليات لا، خصوصا اللي بتحطوا فيها صوركم واسمائكم والحاجات دي، انت عارفه يقول لك ايه، انا خليته زي الميداليه، انت بتقللي من قدرك او بتقللي من قدره، ما بتحطوا اسمائكم في الميداليات. يعني برضو ميداليات اللي هي تروح عاملاك اسمها سهى، تقولي كتبت عملت سهى بالفضه واديتها له هديه، اقول لها انت بتقللي من قدرك. هتلاقي نفسك بفتره كده ما بيحترمكيش. قد كده موضوع مؤثر جدا. انتوا لو خدتوا بالكم، تعالي بقى في الانتيكات، لو انت ندخل على هدايا انا كنت عايزه ادخل البيت قولي. نروح على طاقه البيت. طاقه البيت كده خلصت الهدايا ستات ورجاله. طاقه البيت هدايا البيت ولا ولا طاقه البيت عامه؟ طاقه البيت قولي. طيب انا سمعتك قبل كده بتتكلمي عن ان الباب باب الشقه لازم يبقى فيه نحاس طبعا، زي زمان كده، رجعنا برضو لطاقات زمان. يا سونيا قولي لي بقى ليه، لان احنا ما فيش في البيوت نحاس برضو. لا لان النحاس، عشان كده زمان كانت بيوتهم هاديه وكان الطلاق قليل والانفصالات قليله والدنيا لطيفه، لان كانت لازم العروسه بتتجوز لازم في جهازها نحاس. هو النحاس، حلل النحاس، وكان مقبض الباب. بصي الذكاء بقى، كان مقبض الباب، عارفه اللي كنا بنخبطه اللي هو الدايره دي، كنا نمسكه في ايدينا كده علشان الضيف هو جالك. النحاس ده بيمتص كل الطاقات السلبيه. عشان كده اللي محسود او معمله سحر اقول له البس حاجه فيها نحاس، او خلي جنبك نحاس. وانا داخله البيت وبخبط، ده انت بتنظفي وبتنقي الضيف اللي جاي لك خالص من كل شروره، حتى لو عينه وحشه قبل ما يدخل لك البيت. نحاس، شفتي بقى زمان كانوا شفتي كانت الدنيا لطيفه قوي قوي. حتى من فتره كده علم الطاقه طلعوا حاجات بريسلت كده بتتلبس في الايد نحاس. بالظبط، لانه بيتباع في الصيدليه حتى، ده بيمتص الجراثيم، بيمتص الطاقات السلبيه، حاجه هيلسي جدا جدا. بطلنا نعملها، حتى كانت زمان تقول لك لما بتقعد عندها فتره كده حاجه اسمها النحاس جنزه، تلاقي تقعد تنضف تقول لك بصي كل دي طاقات سلبيه وسموم، بصي يا عيني امتص ده فبتنضفه. طيب اوضه النوم ايه اللي المفروض يبقى فيها وايه اللي مش المفروض يبقى فيها؟ اوضه النوم قلنا ما فيهاش ساعات، ما فيهاش ساعات خلاص. المرايات لازم نتعامل، المرايه دي بالنسبه لي الميموري بتاعتنا، بتخزن الطاقه. بتخزن، عشان كده الناس اللي بتعيط قدام المرايات تلاقي حياتها كئيبه من البدايه للنهايه. دايما ما تعمليش قدام المرايه غير الحاجه اللي نفسك تكتر، عشان كده اقول لكم حطوا في المحفظه او عندك علبه الذهب بتاعتك او المال في البيت، حطي حته مرايه علشان ايه؟ المرايه تتضاعف. طيب المرايه بتمتص طاقات سلبيه، يعني انت حاطه مثلا، انت ما بتتخانقيش انت وجوزك غير في اوضه النوم عشان اولادك ما يسمعوش، والاوضه كلها مرايات، فالمرايه هتخزن ايه؟ ما هي ميموري الطاقه. فهتلاقيها على طول ايه؟ على طول ابديت، انتوا بتتخانقوا على طول. نعمل ايه؟ نطهرها. نطهرها بالكحول. كل لو هتقدري تعملي المجهود ده، يا اما تغطيها لما تكوني يعني ناويه تتخني، يا اما تطهريها لو حاسه ان في طاقات سلبيه كتير او في مشاحنات كتير في البيت. طب قولي لي نطهرها ازاي؟ يعني اكيد دلوقتي هم بيسالوا طب نطهر المرايه ازاي؟ بخاخه بكحول وننضفها كلها بتطهري كلها. انت كده كانك بتشيلي الميموري اللي جوه بترميها بره. طب كويس، اي برده معلومه كويسه. في اوضه النوم كمان نحذر سراير، زمان برده من طاقه ستي كانت سراير اللي رجليها طويله، ما كانش في حاجه تحت. ايوه، عشان السرير بلاكارد دلوقتي اللي احنا بنخليها بنخزن فيها الهدوم، بنخزن فيها دي كل دي كل دي، انت بتنامي وانت عماله تقول لك انا كوابيس، انا عندي ارق، انا بنامش. ما هو انت مش مفضيه يعني، انت احنا كمان الحياه بالنسبه لنا بقت الكتريك قوي. يعني الموبايل انت عماله تسحبي طاقات كهربائيه، بتنامي الموبايل جنبك، الشاحن جنبك، السيراميك دلوقتي، كان زمان البلاط ده كنا بنمشي حافيين يمتص الطاقه السلبيه، كان يقول لك خلي ابنك يمشي حافي على الارض. لا، ما تلبسوش دلوقتي السيراميك بقى فيه نسبه كيميكا، فلا فانت لازم تفضي الكهرباء دي كلها. فهقول لك اقعدي على زرع، اقعدي على نجيله، اقعدي على طين عشان تفضي، مش هتعملي ده كل يوم. فتخيلي تعبي كل ده بقى، يا ريت يرجعوا السراير بتاعه زمان تاني. حتى زمان كانت السراير فعلا ايام امينه وسيد، فاكره زمان كانت العواميد حتى نحاس والناموسيه. والناموسيه، بصي الناموسيه دي عشان كده كنت زمان تلاقيهم ايه اسرارهم. حرمه البيت بالظبط، ما بقيناش نسمع الكلمه دي. بقى كله على المشاع. بقى كله سمعنا، كل عرفنا اسرار بيتنا، اسرار اوضنا. فالديكور بتاع زمان ده او الطاقه بتاعت زمان دي كانت دافئه، وكانت مدفيه بيتنا ومخليه العلاقات تستمر.
طيب يبقى رقم واحد المرايات، لو ينفع نشيل مرايات من اوضه النوم نشيلها. ما عرفناش نشيلها لازم ننظفها بحل كده كل قد كل اسبوع مثلا؟ لا لا يا ريت اقل اقل كل يومين ثلاثه. يومين ثلاثه لو هنقدر نعمل كده، يا اما نغطيها ما تبقاش المرايه مواجهه للسرير خالص. طيب السرير يعني في سراير كتير بيبقى في ظهره الحمام؟ لا خالص خالص ممنوع ممنوع منبتا. يعني تغيري، وفي بيبقى حمام جوه طبعا جوه الماستر بيدروم، ما كل البيوت كده دلوقتي. اوكي بنعمل يا اما برافان كده خارج بحيث ان انا افصل الحمام عن الاوضه، يا اما مشايه احطها لازم تفصل بين في الارض بس طاقه اكثر طاقه الحمام باوضه النوم، ده كل ده بيظبط الطاقه. قولي اقول لك الدريسنج روم كمان. ايوه دريسنج روم طبعا لازم ده الهدوم دي وتطبيقه الهدوم وتسليف الهدوم من قلبي طاقه عندي في الطاقه. كل الانسان اللي هدومه مرتبه هي والجزم تحت مش فوق، هي اللي طاقته عندي عاليه جدا جدا. طبعا دريسنج روم لازم يبقى اوضه مش جوه الاوضه، لا اوضه ومقفول بابها عشان احاول على قد ما اقدر اقفل الطاقه دي. طب يعني عايزين نختم برضو بنصيحة مهمة قوي كلنا مثلا ما نعرفهاش، تحب تنصحينا بإيه وكل السادة المشاهدين بتفرجوا عليه؟ خليني أقول لكم حاجة حلوة قوي، تزود طاقتنا وتزود رزقنا وتزود البركة. اطبخي الطعام وديه لفقير. لو أنت عايزة تعملي سنة حلوة صدقيني لو عملته ده هتفرق معاكم جدا 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 جدا. هتشوفي الفرق بين علبة الحلويات، لانك انت عماله تدي سكر. يعني الاكل المطبوخ ده بيدي طاقه حلوه. yeah. عشان كده دايما يقول لك اطعام الطعام. لا وليه زمان كانت البركه في بيوتنا عشان الطبق الداير اللي كنت تعملي. صح. مجرد كان بابا يقول لي الناس شمت ريحه الاكل اللي انت عاملاه لازم توزعيه، والطبق تروحي يرجع لك تاني. انا اديها مثلا طبيخ يرجعه لي مثلا بحاجه بكيكه ببسبوسه. كان زمان بقى علاقه الجيران الفه وموده ومحبه. صح. دلوقتي ليه اتقطعت؟ لان الطبق ده ما بقاش موجود، الاكل ما بقاش يلف علينا تاني. مش موجود. طبعا. طيب ناخد شاور بميه يعني؟ ناخد شاور بميه وملح، بس انا هقول لك على حاجه، يعني هو ميه البحر احسن. يعني انا دايما اقول ميه البحر افضل. هو ومش كل الناس بينفع معاها الميه والملح. مش كل الناس. لا. لان انا برضو كنت حاسه بكده، لان في ناس ميه وملح تجننها اكتر. طبعا حسب العنصر بتاعها. صح كده. يعني بشكرك جدا خبيره الطاقه سونيا الحبال، نورتينا استاذه سونيا، وان شاء الله لينا حلقات تانية في حاجات كتير عايزه اسال عليها ما لحقتش اسال عليها. مشاهدينا يعني يمكن النهارده اكتر حاجه كنت عايزه اعمل عليها سبوت واركز عليه هو فن الهدايا وطاقه الهدايا. طاقه الهدايا لان احنا كلنا مش فاهمين حاجه عن طاقه الهديه. اعتقد يا رب تكونوا استفدتوا النهارده. البنت تجيب ايه؟ الست تجيب ايه لجوزها؟ ايه الحاجه اللي تديني طاقه تخلينا نكمل ويفضل حبنا ده مستمر؟ لان بعض الهدايا بتخلي فيه فركشه وطلاق وانفصال. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، ودايما بكون معاكم ايمان مختار ويحكى ان على شاشه القناه الاولى. شكرا لكم.